مساء الخير. ضيفتنا اليوم اختارت أنها تعبر عن نفسها من خلال كتابة أجمل أبيات الشعر والقصائد. أرحب في ضيفتي الدكتورة الشيخة سعاد الصباح. مساء الله بالخير دكتورة. يا هلا، حياكم الله. الله يحييك، شرفتونا وشكرا لهذه الفرصة اللي أتحتوها لي عشان أطل من نافذة تلفزيون الكويت. حبيبتي، لنا الشرف أكيد. دكتورة، بالبداية نبي نتكلم عن الشعر، نتكلم عنك بالجانب الشعري. الشعر لو كان سلاح، لمن يوجه وشنو شلون تصفين هذا السلاح؟ الشعر حبيبتي هو مواجهة بالسلاح الأبيض. لا. والشعر إذا لم يكن سلاح في المعركة، معركة الحياة سواء اجتماعية اقتصادية أو السياسية، لا، فإن هذا الشعر لا يكون شعرا وإنما يكون كتابة على الماء. فأنا أرى الشعر هو الذي يؤسس لأشياء كثيرة، والذي يستطيع أن يوصل لوجدان الناس ويأثر فيهم. وإذا كان الشاعر لم يصل إلى وجدان الناس فإنه لا يكون شاعر يستحق من يقرأ له. الشعر هو بعد سلاح من أسلحة الأمة، لأن في ذاك العصر، من العصر الجاهلي إلى العصور الحديثة، كان يعتبر سلطة أيضا. أكيد كان السلطة يعتبر كأنه وزير إعلام والشاعر. بالضبط، وزير إعلام وخارجية نعم. ودفاع. أكيد. والشعر هو نبات، يعني الشعر محصول إنساني، وهذا المحصول الإنساني هو الذي يستطيع أن يصل للناس ويأثر في وجدانهم ويأثر في حياتهم. لا. طيب دكتورة، أنت برأيك الإنسان ضروري أنه يمتلك الملكة والموهبة، موهبة الكتابة والشعر، ولا هي الظروف المحيطة فيه ممكن أنها تخليه يكتسب هذه المهارة؟ هي مش فقط الظروف المحيطة، الظروف المحيطة تؤثر في ذلك، ولكننا كعرب كلنا نولد عندنا جرثومة الشعر. نعم. وإذا لم نقوي هذه الجرثومة ونسقيها فإنها تموت. أما الشعر يعني بوجه عام فهو ديوان العرب، وهو القاموس الذي يعني استطاع الأولون أن يتركوا لنا. بالنسبة لوالدك رحمة الله عليه الشيخ محمد الصباح، كان يرى فيك الأديبة والشاعرة من وانت صغيرة، لذلك يعني قوى فيك القراءة والكتابة من قبل دخولك المدرسة. بالضبط، أبوي الله يرحمه رجل مثقف جدا، ورجل كان دائما يقول لي مثل ما كان عبد الله مبارك يقول لي، أنت تحضرين نفسك للمستقبل ليس لليوم اللي احنا عايشينه. فأبوي الله يرحمه من كنت صغيرة قبل ما أدخل المدرسة الابتدائية علمني العربية. نعم. وقراءة وكتابة. قراءة وكتابة قبل ما أدخل. ما شاء الله. قبل لا أدخل المدرسة، وما كان مجرد دلال، ولكن يتصور لي وأنا واثقة ثقة تامة أن التعليم مهم جدا للأسرة. نعم. فالأسرة تعلم مش بس حنان وحب وتدليع، لا، لازم يكون في التعليم. وأنا مؤمنة بأن التعليم أولا وأخيرا وثالثا ورابعا يجب أن يكون داخل الأسرة. نعم، لذلك كان بينكم قصة الدينار والجريدة. بالضبط. شنو هالقصة دكتورة؟ قوليها لنا. القصة جميلة جدا، أن أنا كنت يعني أبوي قارئ وأمي قارئة. نعم. وكانوا دائما في جلساتهم من يعلمني أول، أو من يجعلني أقرأ أو أفك الخط أولا. فأبي الله يرحمه قال لي، كانت عندنا جريدة المنار في البصرة، فقال سعاد شوفي، أنا إذا فتحتي لي قريتي لي الكلمات هذه فأنا لك دينار. مو دينار شبرة ودينار عشان طفلة. فأول ما قرأت الكلمات
فاعطاني الدينار كذي وقال لي تبينه ولا ما تبينه؟ قلت له طبعا ابي. اي هذا ثروه حق الطفل. أبركض برا اشتري حلويات. اي فكانت هذه القصه. نعم. طيب متى يسجن الشاعر قصيدته يعني ويحس انها غير قابله للنشر، او لك قصايد ما نشرتيها؟ ابدا، انا كتاب مفتوح امام معجبيني وجمهوري، فانا اشعر الشاعر اللي يقتل قصيدته شاعر غير متمكن وشاعر غير واثق من نفسه. نعم. انا قصائدي كلها منشوره على كل ما شاء الله، متنوعه بعد يعني بالرومانسيه والقضايا و لابد الانسان لابد الشاعر ان يكون يعني عارف ما حوله. نعم. ويشعر بهموم الاخرين، مشاعرهم، احساسهم، بما يستطيع ان يعبر عنهم. نعم. سواء نعم. طيب متى يسجن الشاعر قصيدته يعني ويحس انها غير قابله للنشر، او لك قصايد ما نشرتيها؟ ابدا، انا كتاب مفتوح امام معجبيني وجمهوري، فانا اشعر الشاعر اللي يقتل قصيدته شاعر غير متمكن وشاعر غير واثق من نفسه. انا قصائدي كلها منشوره على كل ما شاء الله، متنوعه بعد يعني بالرومانسيه والقضايا و لابد الانسان لابد الشاعر ان يكون يعني عارف ما حوله. نعم. ويشعر بهموم الاخرين، مشاعرهم، احساسهم، بما يستطيع ان يعبر عنهم. نعم. سواء شعرا او نثرا، سواء من الناحيه الوطنيه او العاطفيه. صحيح. او الاجتماعيه. نعم. فاحمد الله واشكره، انا كنت دائما أشعر نفسي أن أنا يعني لا أقول صوت الجماهير أو صوت الناس، ولكن أشعر أني أعبر عنهم. ولكن كنت صوت بالضبط فعلا يعني وصلتي أمور كثيرة وقضايا كثيرة تكلمتي عنها. وراح نستذكر شوية من أو أهم دواوينك ونستلهم من عناوينها أسئلة عندك. الحوار، حوار الورد والبنادق، رأيك متى يفوز الورد على البنادق؟ أو من له الغلبة يعني؟ طبعاً أنا حضرتك تقولين إنه حوار الورد والبنادق، فالحوار موجود، الحوار لغة الحوار موجودة. موجودة. أما من الغلبة؟ دائماً الغلبة للورد. نعم. وأما كون لغة السلام يعني؟ نعم. أما مهمة البنادق فهي حماية الورد. لا. وأنا الورد أقصده دائما لما أتكلم عن الورود أتكلم عن المرأة بوجه عام. لا. فهذا ما عنيته يعني. أي الورود لا تعرف الغضب. الورد إيه نعم. هل برأيك الورد ممكن يغضب في يوم من الأيام؟ طبعا المرأة تغضب. تغضب. إيه. فهذا الغضب ناتج عن أشياء كثيرة، ولكن غضب المرأة دائما لازم يأخذها الرجل بحنية، بعطف، يحتويها يعني. هو الاحتواء مهم جدا. نعم. وهذا من أساس، أنا عندي أساسيات نجاح كل عائلة أو كل أسرة. نعم. هي الاحتواء، الاحترام. صحيح. التفاهم. صحيح. هذه ثلاثة محاور. عندما ودائما أنا أقول بناتي، قريباتي أو ما يتزوجون، أقول لهم هذا من أهم، إذا تبون بيت سعيد هذا أن يكون هذه الأجواء. نعم. هذه الأعمدة الأساسية. نعم. لأي زواج سعيد. فحضرتك تقولين بالنسبة للغضب كلنا يغضب، بس غضب المرأة سريع ورضاها سريع. صحيح. يعني كلمة واحدة تخليها ترضى. نعم. طيب ولحظات من عمري الدكتورة، شنو اللحظات اللي ما تنساها؟ كل كسر من كسور الثانية قضيتها مع عبد الله المبارك لا تنسى. لا تنسى، الله يرحمه. نعم. وأمنية، وهذا الديوان أتوقع أن تحبينه وقريب. أمنية قصة قصة. لما كنت حامل، فطبعا مو مثل الحين ما يعرفون إذا بنت ولا ولد. نعم. فكان الديوان يعني بين إيديني وبعطيه للمطبعة. فقلت حسميه أمنية على اعتبار أني متمنية أني يكون في يعني تجيني بنت. نعم. فهذه أمنية البنت. أمنية البنت. أما أمنياتي إذا تسأليني عن أمنيتي، أمنيتي اليوم، أمنيتي
أن أرى هذا الوطن العربي يمسح دموعه، وأن أرى أطفال فلسطين يقطفون البرتقال من أرضهم بسلام. هذا ما إن شاء الله هذه الأمنية تتحقق يا رب. إن شاء الله يا رب. طيب وديوان إلى ولدي، ما الذي تودين أن تعطينا لولدك؟ هو هذا الديوان هو ديوان الانكسار وديوان الحزن بكل مآسيه. يعني هذا ديوان فيه أشجان كثيرة؟ هذا كله شجن. هذا ديوان امرأة ثكلة مات ولدها بين يديها في طائرة بين السماء والأرض. فمبارك الكبير الله يرحمه ويحلله مات بين إيدي وأنا مسافرة، كنا في منتهى السعادة أنا والأولاد، وكنا مسافرين سفرة الصيف إلى جنيف، وفجأة ما في بدون سابق إنذار آدم أبدا شعر باختناق. كنا في الطائرة السويسرية، لو طائرة عادية كان قلنا طائرة يعني كان قلنا العالم الثالث. فكنا في الطائرة السويسرية، أعطونا الكمام، فمع الأسف كان الكمام فاضي وقعدوا نص ساعة الأكسجين نص ساعة على الولد وهو فاضي. إلى أن شفته قام يفرفر بين يديني، فقمت ركضت للقبطان قلت له يعني سووا لي شيء. يوم جاء يشيله كان يقول لي سوري اتس امتي. انا ما فقدت عقلي فقدت عقلي. ومكان ما نوصل لجنيف وقفت الطياره في اثينا، ودينا المستشفى، كان مات بين ايدي توفى الله بهذه الرحله رحمه الله. فكنا جايين من الكويت كان قاعد جنبي، رجعنا بالليل انا واطفالي ومبارك الله يرحمه يعني مأساه. فكان هذا الديوان ديوان من أوله لآخره، هي مرثية أم. نعم. لكل أم تفقد عزيز عندها. نعم. وبرقيات عاجلة إلى وطني، شنو البرقية المهمة اليوم دكتورة سعاد توجهها لوطنها؟ البرقية المهمة لزمردة العصر الكويت هو أن نحافظ عليها، وأن لا يجرفنا التيار لمشاريع أخرى. فالكويت تبقى هي الأم وتبقى هي الخيمة. نعم. وتبقى هي الدفء الذي نلجأ إليه. والديوان الأخير اللي راح أذكره اليوم قصائد حب. نعم. برأيك أن قصائد الحب أو كما يقولون أن قصائد الأحزان والفراق تلامس الإحساس أكثر من قصائد الحب، فشنو رأيك؟ أبدا، هي كل ما يمس يعني مشاعرك سواء كانت أحاسيس حزينة أو أحاسيس فرح. نعم. فتولد القصيدة هناك. فهذه القصائد هي قصائد متنوعة حقيقة. نعم. وكنت أريد أن أنثر الفرح، فكانت هذه القصائد متنوعة فرحة فيها كثير من الإيجابية وكثير من الأنس. نعم. طيب دكتورة، بداية انطلاقتك في رحلة الكتابة والشعر بشكل عام في عمر 13 سنة. نعم. بلشت تكتبين الشعر. صح. فوالدك طبعا شجعك على هذا الأمر وأصدرت دواوين كثيرة من ذاك الوقت، بس ودنا الحين لو نسمع قصيدة حضرتك كاتبتها أو محضرتها لنا. أي قصيدة؟ يعني أنا قصايدي كلها مثل محمد ومبارك وأمنية وشيء، ما أعرف أختار، لكن وقع على أبيدي هذه القصائد وأنا فتش مكتبي، فقد تكون. نعم. قصائد ليست جديدة، بعضها جديد بعضها ليس جديد. نعم. ولكن عشان قرائي وسأقرأ واحدة قصيرة. نعم. أنا في حالة عشق يا حبيبي، أنا في حالة عشق يا حبيبي، نعمة كبرى بأن أفتح عيني صباحا فأرى في جانبي من أناديه حبيبي، نعمة كبرى بأن أفتح عيني صباحا فأرى في جانبي من أناديه حبيبي، نعمة
أن تشعر الأنثى بإنسان يغطيها، نعمة كبرى أن تشعر الأنثى بإنسان يغطيها ويحميها ويعطيها مفاتيح الغيوب. أنا في كل لغات العالم أهواك، أنا في كل لغات الأرض أهواك. فهل عندك اسم آخر غير حبيبي؟ ما شاء الله، صح لسانك، روعة، وايد كلماتها جميلة وفيها مشاعر الحب واضحة. يصور لي أنه كثير من الناس أنا أتكلم لسانها لهذا الحبيب، الزوج اللي يحميها ويغطيها أكيد. ويقف معاها في الحياة بين الرجل والمرأة تكافل. أنا عندما أكتب عن المرأة وعن الرجل، فأنا دائما أريد من المرأة أن لا تكون ندية للرجل، ولكنها تكون في حالة تكامل. فهذه الحياة اللي احنا نعيشها وهذه المجتمعات الجديدة تريد أن نكون متكافلين. أما إذا بقت المرأة خارج أسوار المجتمع، فإن المجتمع يكون معاقب. أكيد، وإحنا أكيد راح نكون مكتملة هذه حلقتنا في محاورها عنك، وأنا حاليا أطلع فاصل وأرجع أستكمل معاك المحاور. مشاهدينا فاصل. ما زلنا مستمرين معاكم مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة الشيخة سعاد الصباح. دكتورة، وإحنا بالفاصل سألت السؤال ووايد حابة أعرف ليش أغلب قصائدك في اللغة العربية وليست العامية أو الشعبية؟ يا حبيبتي، اللغة العربية هي لغتنا وهي لغة القرآن، لابد أن نكون معتزين فيها، ولابد أن نعلم أطفالنا اللغة العربية ونشجعهم على هذا. أنا حقيقة أكون حزينة جدا لما أجد أطفالي، أحفادي أقصد، يتكلمون بلغة مكسرة، فيتحدثون دائما بلغات مختلفة. لغات مختلفة، وبعدين بيخافوا من درس العربي جدا، ودائما يدوروا الأعذار عشان ما يروحون للمدرسة. فهذا حقيقة يحزنني جدا. أما اللغة العامية، فقد كتبت كثير من القصائد بهذه اللغة، وغنى لي كل مطربين الكويت الكبار. نعم. ومن بعدها ما حقيقة ما كتبت. ولكن تميلين أكثر للغة العربية. أكيد طبعاً، أنا عندي 17 لها جمالية خاصة صراحة. جمالية خاصة وعمق. نعم. اللغة. نعم. وتعطيك معنى أكثر المعنى. صحيح. بعد أنا عندي أكثر من 17 كتاب ديوان شعر. لو تكلمنا عن ديوان برقية، برقيات إلى وطني، لو تقولي لنا قصيدة منها. بالمناسبة، برقيات عاجلة إلى وطني هو ديوان وطني بامتياز، لأن كلك كتب أو كتبته في أيام الغزو. نعم. كان في ذيك الفترة يعني كتبتيه. كتبته في ذيك الفترة، وطلع الكتاب الديوان، إحنا كان 2/8، أنا 12/10 سافرت للقاهرة، وكان عندي مناسبات كثيرة هناك. نعم. أني أقرأ الشعر، وأن في عندنا أكثر من مؤتمر أقمناه هناك. نعم. يعني أنا وأصدقائي المصريين من المثقفين والأساتذة والمحبين. نعم. هذا الديوان نشرته في القاهرة وقرأته وسجلته في القاهرة. نعم. وهربته هذا يوم 12/10. نعم. وكانت القصائد التي كتبتها في الغزو كانت أول قصائد وطنية تخرج إلى النور في ذاك الوقت. ف12/10 أصدرت هذا الديوان وبرقيات عاجلة إلى وطني، وسجلته. كان عندنا التسجيل الكاسيت. أي. وآلاف من الكاسيتات طبعتها. نعم. و
بواسطة المحبين هربت إلى العراق وهربت إلى الأردن حتى يعرفوا أن هناك مقاومة ليست بالسلاح فقط ولكن بالكلمة كمان. أكيد، والسلاح القلم أقوى. نعم. وأوقع. فشنو حابة تسمعينا من الديوان هذا؟ أقول لك عن الكويت قصيدة طويلة بس هذا جزء منها. نعم. كم كنت يا حبيبتي جميلة، كم كنت يا حبيبتي جميلة في زمن الأحزان، كم كنت يا حبيبتي نقية في زمن التلوث القومي والتذبذب الثوري والجحود والنكران، كم كنت يا حبيبتي كبيرة النفس على مائدة اللئام، كم كنت يا حبيبتي شامخة في زمن الأقزام. هذه الكويت، صح لسانك. وما حصل من الأقزام اللي حاولوا أن كانت ولا زالت شامخة وتظل الكويت شامخة بأهلها. أكيد يا رب، يا الله يحفظها من ديرها. أمين. يا رب وحكامها. خلينا نتكلم على محور آخر من حياتك دكتورة، وهو دراستك. بداية دراستك وين كانت دكتورة؟ بداية دراستي أنا ولدت في زوير. نعم. بعد أن هاجرت العائلة من إلى الـ إلى الـ إلى العراق. بزوير قعدت لعمر 5 سنين وبعدين انتقلنا إلى البصرة. نعم. في البصرة بدأت مدرسة الابتدائية حليمة السعدية. وكانت مرحلة طفولية وجميلة وأصدقاء، ولكن أصدقاء الابتدائية ما داومنا يعني على الصداقة. الصداقة ما استمرت. ما استمرت لأنها بعد الابتدائي انتقلنا إلى المتوسطة، والمتوسطة ليست كل الطالبات يقولوا في هذه المتوسطة. أوكي. يعني ما انتقلوا من نفس الطالبات اللي بالابتدائية. لا ما انتقلوا. نعم. تفرقنا. نعم. فكانت عندي صداقات في المتوسطة، الله يرحمها خولة السمرائي إلى أن توفت من كم سنة، وصديقات أخريات. نعم. ومن ثم انتقلنا إلى الكويت، فلا بد أن تكون الكويت هي مركزنا. فدخلت في مدرسة الخنساء المتوسطة. نعم. كانت مدرسة جميلة وصديقات جميلات، و مثل ما تقولين شيء يشرح القلب يعني. أي ما شاء الله. فصديقاتي لازلت أتواصل معهن يعني حتى الحين لازلت. والمدرسات كانوا قد نكون في ذاك الوقت نقول لها مدرسة صارمة، ولكن لما ما كنا نعرف معنى التعليم الجيد اللي يعطونا إياه هذه المدرسات. من بعد هذه الصرامة والشدة أكيد. أي نعم. فعقب الثانوي، عقب المتوسطة طلعت إلى ثانوية المرقاب. نعم. كانت هي الثانوية الوحيدة بالكويت. نعم. فتغير حقيقة قدري في هذه المدرسة التي أحببتها جدا، وأحببت مدرساتها وصديقاتي منها وكل شيء. ففي هذه المدرسة، في الثانوية كنت من المتميزات، وكان الشيخ عبد الله مبارك الله يرحمه الرئيس الأعلى لمجلس المعارف. نعم. فإذا كان مدير المعارف أو رئيس المعارف الشيخ عبد الله الجابر غير موجود، الشيخ عبد الله الجابر رئيس المعارف، والشيخ عبد الله مبارك الرئيس الأعلى للمعارف. فإذا لم يكن موجود مسافر، كان عبد الله مبارك هو اللي يمضي الشهادات. نعم. الشيخ الله يرحمه شاف شهادتي، شافني متفوقة، وشاف اسمي، فقال له الله يرحمه عبد العزيز حسين، هذه تعرفونها؟ قال لي نعرفها جدا، وهي متفوقة في جميع مراحل الدراسة. نعم. قال لعبد العزيز حسين خلي الورقة، قال لي أنا ماني ماضيها. قال له شلون يا طويل العمر؟ إذا خليتها والبنات أعطيتهم كلهم شهاداتهم فراح راح حرام يعني يصيبها حزن أو صدمة. قال زين زين خذها. وبعدين ثاني يوم الشيخ عبد الله مبارك عنده مجلس يحضره جميع الشيوخ والتجار والكويتيين بكل فئاتهم. فلما دخل أبوي قال الشيخ عبد الله
أبو صباح أبوي، أبو صباح لا تطلع أنا أبيك. فأبو الوالد احتار يعني عبد الله مبارك ذاك الوقت إنه في شيء شنو قال. المهم عقب ما طلع المجلس قال تعالي في المختصر. لما راح قعد قال له دي أنا ماكو شيء بس بسألك هل عندك بنت؟ أبوي بعدين حاج يقول لي أنا لما قال لي عندك بنت عندك بنت أنا قلت يا ربي سعاد طول عمرها ممتازة بكل شيء شنو سمع عنها؟ ثاني قال لا أهدى أبو صباح أنا بس إذا كانت سعاد هذه بنتك أنا بيخطبها. أي ما شاء الله. فقال لي طويل العمر أنا ما أقدر أخذ قرار إلا أن أسألها. نعم. قال زين إحنا أنت رايح بيتك وأنا رايح بيتي. فحتصل فيك على 1:30 وخبرني شنو. فدخل أبوي كان سعودة أم الخير كان يسميني أم الخير أم الخير. قلت له نعم طال عمرك. قال تعال تعالي عندي حكوة لك. قعدنا كان يقول لي أنت كبرتي ويالك معرس. قلت له شنو يبا؟ فقال لي لا الأمر لك اللي تبينه قولي يعني راح أقول لك. قلت له منو يبا؟ كان يقول لي عبد الله المبارك. أنا في هاللحظة هذه سكت. أنا بالنسبة لي عبد الله المبارك كان فارس. نعم كان أبو بعد الرجل الثاني كان إيه نعم في الدولة. في غير هذا لأنه في أخلاق الفروسية. نعم. فما صدقت سكت. بعدين قلت أنا لا أخاف أبوي حسبالي أنه سكت أنه ما أبي. أي أنه مصدقه ما أبي. قلت له لا يبا أنا أتشرف وتقدر تقول له أنا موافقة. فكلم تقريب 1:30 الشيخ عبد الله أخذ أبوي قال هذا سعاد. قال أسعاد أقدر أكلم سعاد؟ قال هاي سعاد معك. قال هل أنت موافقة؟ قلت له نعم موافقة والله يكتب لي فيه الخير. ما شاء الله. كان هذا في 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 المرحله الثانويه ثانيه ثانوي كنت. اي ثاني ثانوي كنت. كنت صغيره ثانوي. وكان هذا اول تحدي في الحياه. اول شيء. وبعدين ابوي وامي ربوني انه يكون عندي ثقه في نفسي. نعم. واني اكون سيده نفسي. امي علمتني ان اكون سيده نفسي. كنت وحيده؟ انا وحيده واخوي. ما عندك اخوات؟ لا عندي الله يرحمه اخوي اللي توفى من سنتين رحمه الله صباح. بس الوالد حبي علمه بالخارج ومن عمره 6 سنين كان يدرس بالخارج أول في مدرسة فيكتوريا بإسكندرية وبعدين في لندن. فكنت وحيدة بالبيت يعني بين أمي وأبوي. فتحملتي هذه المسؤولية؟ هي علمتني أمي علمتني. أمي امرأة عظيمة حقيقة بكل معنى الكلمة رحمة الله. أعطتني المسؤولية وأنا ممكن عمري 10 سنين. فكانت تقول لي دائما أبيك تكونين سيدة نفسك وأبيك لما تروحين لا وتتزوجين ما يقولون أمها ما عرفت ربيها يعني الكلام اللي هي دائما كلام أمهات. إيه نعم. فمن عمري 10 سنين في يوم الإجازة تخليني أعمل كل شيء رغم أن عندنا يعني في البيت ناس. نعم. بس تخليني أسوي كل شيء من غسيل الهدوم من الطبخ من كل شيء ما شاء الله. إيه نعم. ف يعني هذه الأم جعلت مني واثقة من نفسي وجعلت مني امرأة أصقلت شخصيتك. أصقلت شخصيتي وجعلتني أحب الحياة أحب العمل أحب الالتزام بالعمل الالتزام بالمسؤولية. نعم. بس الفترة الحساسة اللي مريتي فيها في وفاة والدك ووالدتك في تقريبا أقل من سنة. نعم. شلون قدرتي تتعاملين مع هذا الموقف وكنت بسن صغير؟ كنت بسن صغير وهم كانوا صغار. هم صغار وانا كنت صغيره وكنت مدلله بينهم. بس دلالهم ما افسدني دائما يقولون احنا ندلك بس ما نفسدك. نعم. وكانوا كانهم عارفين انهم تركيني يعني مبكر. فكانوا يعني كانهم حاضريني للحياه. نعم. كانوا محاضرين بكل معنى الكلمه كانوا محاضريني للحياه. الامي ماتت صغيرة وخلال 11 شهر توفى أبوي ما في شيء أبدا سبحان الله. ما يعني حتى الدكتور ما كان يشوفه أبوي الله يرحمه بس القدر. جدتي اللي هي أم أمي بعد ما توفت أمي جتني على أساس أن تقعد معي فترة. نعم. تواسيني تكون معي. بعد 50 يوم بالضبط توفت سبحان الله وما كان في شيء فيها شيء أبدا.
كنا أنا وياها نتمشى على البحر، كان ما عندنا غير سيارة على الخليج. نعم. فكان هناك المستشفى الأمير القديم في قسم الأسنان، كانت تقول لي سعاد خلينا مدام احنا تعدينا على المستشفى خلينا نروح أفحص على أسناني. رحنا سبحان الله قدر، قالت لا 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 خلينا أشيل لك هذا الضرس مو زين خليني أشيل لك إياه. شالتها من غير ما تشوف إذا عندها سكر عندها ضغط عندها شيء. ما تشيكت عليها؟ أه ولا شيء يعني. ونفس الشيء يدتي ماتت بين إيدي. فأقول لك يعني يمكن الموت قواني جدا. نعم. يعني كون شخصية أخرى كون شخصية قوية مؤمنة بالله متزنة تخاف الله. نعم. وتؤمن بالقدر. نعم. دكتورة يعني أنا لاحظت أن على كثر الأمور اللي مريتي فيها في عمر سن صغير فعلا صقل شخصيتك وخلاك إنسانة ناضجة قبل سنك. فزواجك في ذاك الوقت بعد وفاة والدينك زواجك خلاك تدخلي معترك الحياة وتحدي ونجحتي فيه. كان في تحدي كبير. شنو نوع التحدي اللي حسيتي هذا التحدي اللي فعلا اولا واجهتي؟ لما تزوجت انا دائما اقول زوجت رجل بحجم العالم عبد الله مبارك. انا بالنسبه لي هذا الرجل فارس من فرسان العرب. لما ادخل بيت عبد الله مبارك يجب ان اكون بمستوى هذا الرجل. فحاولت ان اكرس كل وقتي ان اكون بمستوى. بالقاهرة لما الزعيم عبد الناصر طلب من أبو مبارك يجي يسكن القاهرة، فمعرفة عبد الناصر رئيس عبد الناصر وقادة الثورة وعائلاتهم ذوبت هذه الروعة في نفسي من نقل إلى مكان جديد وأنا صغيرة. نعم. فكان نفس الشيء، كنا نجلس كلنا مع بعض وكان الأحاديث والنقاشات وما يدور في العالم كنت أستوعبه بكل حذافيرة. يعني ما شاء الله رحمة الله عليه كان خير معلم واحتواك واحتضنك كوالدك وزوجك وزوج وصديق وصديق. نعم. لذلك كتبتي فيه كن صديقي. كن صديقي كتبت كل قصايدي فيه، ولكن كن صديقي أنا كلمت قلت على عبد الله المبارك بس كانت رسالة للرجال الآخرين يعني. نعم. مطلعها جميل. كم جميل ولو كم لو جميل لو بقينا أصدقاء. إن كل امرأة تحتاج. نعم. من أجمل القصائد والمغناة وللأمانة ماجد الرومي أعطتها بصمة جمالية أخرى. بس إيش معنى اخترتي ماجد الرومي؟ بنيتي أنا لما تجيني القصيدة فالقصيدة هي اللي تختارني أولاً. نعم. إذا بدينا بالقصيدة فهي اللي تختارني وتختار الكلمات، وبعد ذلك القصيدة تختار مطربها. نعم. فهذه القصيدة القصيدة هي اللي اختارت من يكتبها ومن يغنيها. نعم. وكانت خير من غناها الصديقة ماجدة الرومي التي كتبت هذه القصيدة مرة أخرى بصوتها الجميل. ما شاء الله يعني أنت بحر. تسلمين. وما راح نخلص وأكيد أنا ما ودي أني أخلص معك، لكن أكيد نخلص هذه حلقتنا الجزء الأول وأنتقل معك في الجزء الآخر إن شاء الله. مشاهدينا نختم حلقتنا اليوم الجزء الأول، نلتقيكم الأسبوع القادم في الجزء الثاني. في أمان الله.